بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. جل جلاله. قال ابن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية، ما نبدل من آية، ننسخ أي نبدل. وقال ابن جريج رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح رحمه الله عن مجاهد رحمه الله: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. وذلك كآية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الآية نسخت تلاوتها وبقي حكمها. قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي رحمهم الله نحو ذلك. وقال الضحاك رحمه الله: ما ننسخ من آية، ما ننسك. وقال عطاء رحمه الله: أما ما ننسخ فما نترك من القرآن. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: يعني ترك فلم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السدي رحمه الله: ما ننسخ من آية، نسخها قبضها. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: يعني قبضها، رفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فهذا نسخت تلاوته وبقي حكمه. وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، كانت هذه آية تتلى ونسخت تلاوتها. وقال ابن جرير رحمه الله: ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا أي ممنوعا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ، ما أخبر الله به وهو كما أخبر، لا ناسخ ولا منسوخ فيما أخبر الله تعالى به. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكان ذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره. إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، وهي في كلتا حالتيها منسوخة. وأما علماء الأصول، أصول الفقه، فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب،
لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر. النسخ رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج أي دخل في ذلك نسخ الأخف بالأثقل، حكم خفيف نسخ بما هو أثقل وعكسه. والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو شبيل عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن واقد، حدثنا أبي، حدثنا العباس ابن الفضل عن سليمان ابن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانا يقرآن بها، فقاما ذات ليلة يصليان فلم يقدرا منها على حرف، أي نسيا، فأصبحا غاديين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرا ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مما نسخ وأنسي فالهوا عنها. فكان الزهري رحمه الله يقرأها: ما ننسخ من آية أو ننسها، بضم النون خفيفة. سليمان ابن أرقم ضعيف، في سنده راو ضعيف. وقد روى أبو بكر الأنباري رحمه الله عن أبيه عن نصر بن داود عن أبي عبيد عن عبد الله بن الصالح عن الليث عن يونس وعبيد وعقيل عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه مثله مرفوعا، ذكره القرطبي رحمه الله. قوله تعالى: أو ننسها، فقرئ على وجهين: ننسأها وننسها، في قراءة ننسأها وفي قراءة ننسها. فأما من قرأها ننسأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يقول: ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال ابن وقال مجاهد رحمه الله عن أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه: أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء رحمهم الله: أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي رحمه الله: أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي رحمه الله مثله أيضا، وكذا قال الربيع بن أنس رحمه الله. وقال عطية وقال الضحاك رحمه الله: ما ننسخ من آية أو ننسأها، يعني الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية رحمه الله: ما ننسخ من آية أو ننسأها، أي نؤخرها عندنا. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل البغدادي، حدثنا خلف، حدثنا الخفاف عن إسماعيل يعني ابن مسلم عن حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه فقال: يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها، أي نؤخرها. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها، قال: وكان الله تعالى ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء وينسخ ما يشاء.
وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا سواد بن عبد الله، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا عوف عن الحسن رحمهم الله أنه قال في قوله أو ننسها، قال: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم أقرأ قرآنًا ثم نسيه. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا محمد بن الزبير الحراني عن الحجاج يعني الجزري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان مما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بالليل وينساه بالنهار، فأنزل الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال أبو حاتم رحمه الله: قال لي أبو جعفر ابن نفيل: ليس هو الحجاج ابن أرطاط، هو شيخ لنا جزري. وقال عبيد بن عمير: أو ننسها نرفعها من عندكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيع قال: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقرأ: ما ننسخ من آية أو تنسها. قال: قلت له: فإن سعيد بن المسيب رحمه الله يقرأ أو تنسها. قال: فقال سعد رضي الله عنه: إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب. قال الله عز وجل: قال الله جل ثناؤه: سنقرئك فلا تنسى واذكر ربك إذا نسيت. وكذا رواه عبد الرزاق عن هشيم رحمهم الله، وأخرجه الحاكم رحمه الله في مستدركه من حديث أبي حاتم الرازي عن آدم عن شعبة عن يعلى بن عطاء به رحمهم الله. وقال: على شرط الشيخين، عن شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن محمد بن كعب وقتادة وعكرمة رحمهم الله نحو قول سعيد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: أخبرنا يحيى، حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا، أي يعرف القضاء، وأبي رضي الله عنه أقرأنا، أي للقرآن، وإنا لندع نترك بعض ما يقول أبي رضي الله عنه. وأبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فلن أدعه لشيء، والله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسئها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى، حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي، أي أقرأ بالقرآن أبي، وأقضانا علي، أعرفنا بالقضاء علي رضي الله عنه، وإنا لندع نترك من قول أبي. وذلك أن أبي يقول رضي الله عنه: لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها، وقوله: نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نأتي بخير منها، يقول: خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية رحمه الله: ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننسأها، أي نرجئها نؤخرها عندنا، نأتي بها أو نظيرها، أي مثلها. وقال السدي رحمه الله: نأتي بخير منها أو مثلها،
يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة رحمه الله نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. وقوله تعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. عز وجل يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما يخلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء، ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء، ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء، ويخذل من يشاء. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء، ويحرم ما يشاء، ويبيح ما يشاء، ويحظر يمنع ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل جلاله. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله عليهم الصلاة والسلام بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة، كل الطاعة في امتثال أمره واتباع رسله عليهم الصلاة والسلام، في تصديق ما أخبروا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا أي نهوا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً، وإما نقلاً كما تخرَّصه آخرون منهم افتراءً وإفكاً. فاليهود ينكرون النسخ، وهذا ضلال منهم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. سبحان الله وبحمده. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابًا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه تكذيبٌ لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء، ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه جل جلاله. وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ثم نسخه قبل الفعل، يعني الله عز وجل فدى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم، وأمر جمهور بني إسرائيل بقتل من عبد العجل منهم ثم رفع عنهم القتل كي لا يستأصلهم القتل. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية،
كما أحل لآدم عليه السلام تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح عليه السلام بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل عليه السلام وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه يعرضون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا تصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات، يعني إلى وقت معين، إلى بعثته، أي إلى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يسمى ذلك نسخًا، كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها، فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه معين، أي اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بكتاب وآخر الكتب عهدًا بالله تبارك وتعالى. ففي هذا المقام بيَّن تعالى تقدير جواز النسخ ردًّا على اليهود عليهم لعائن الله، حيث قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فكما أن له الملك بلا منازع، فكذلك له الحكم بما يشاء، ألا له الخلق والأمر. وقرئ في سورة آل عمران التي نزل في صدرها خطابًا مع أهل الكتاب وقوع النسخ عند اليهود في قوله تعالى: كل الطعام كان حلًّا لبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسرائيل على نفسه، كما سيأتي تفسيرها. والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله تعالى لما له في ذلك من الحكم البالغة، وكلهم قال بوقوعه أي النسخ. وقال أبو مسلم الأصبهاني رحمه الله المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن، وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد تعسف أي تكلف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة، عدة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، أولاً كان حول ثم نسخ بأربعة أشهر وعشرة، لم يجب عن ذلك بكلام مقبول. وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس لم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة في الجهاد إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول، أي قبل أن تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم سرًا، وغير ذلك، والله أعلم. فالله عز وجل هو الحكيم الخبير. قال الله عز وجل: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدَ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدَ لكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه،
فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة: إذا رمى الرجل امرأته بالزنا فإن أحضر البينة فبها وإلا يلاعن. اللعان بين الزوجين ثم يفرق بينهما إلى الأبد، هذا إذا رمى زوجته. ولما سئل رسول الله، ولهذا ثبت في الصحيحين رحمهم الله من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال، أن يعني يشتغل الإنسان بقيل كذا وقال فلان كذا، لا تشتغل بهذا، ما لك ولهذا. كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، يحتمل السؤال عن المسائل أو السؤال سؤال الناس المال وإضاعة المال، ونهى عن إضاعة المال في غير فائدة: لا تنفق مالك إلا فيما ينفع وفيما أباح الله لك. وفي صحيح مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، أي لا يجب كل عام، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، أي نستفيد. وكل هذا من رحمة الله عز وجل. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده: حدثنا أبو كريب، حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: إن كان ليأتي علي السنة، أي سنة كاملة، أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، أي أخاف. وإن كنا لنتمنى الأعراب أن يأتوا ويسألوا فنستفيد. وقال البزار رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن: يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري، وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجميع، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى
أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع ابن حريملة أو وهب بن زيد: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ائتنا بكتاب تنزله علينا من السماء نقرأه، وفجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك. فأنزل الله من قولهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله في قوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال: قال رجل: يا رسول الله، لو كانت كفاراتنا كفارات بني إسرائيل، يعني كفارة الذنوب، لو كانت مثل كفارة بني إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا نبغيها، أي لا نريد ككفارة بني إسرائيل. اللهم لا نبغيها ثلاثا، أي قالها ثلاثا: ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، إذا عمل معصية تكتب على بابه يراها جميع الناس. اللهم استرنا بسترك واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت له خزيا في الدنيا، وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اللهم اغفر لنا، الله جعل توبتنا بيننا وبينه، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نتوب إلى الله توبة نصوحة، ونستغفر الله استغفارا من قلب خالص، فيغفر الله لنا ولا نفتضح. الحمد لله، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وشروط التوبة: أن تترك الذنب، وأن تندم على ما مضى، وأن تعزم عزما صادقا أن لا ترجع إلى الذنب. فإذا توفرت هذه الشروط، وإن كان ظلما للعباد ترد حق الناس، فإذا توفرت هذه الشروط يغفر الله جل جلاله. وأما باللسان أستغفر الله وأنت قلبك على ما أنت عليه، هذا ما ينفع. لابد من ترك الذنب، ولابد من الندم، ولابد من العزم على عدم الرجوع، ولابد من رد حق الناس للناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس من الجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن. هذا من رحمة الله أن الله يكفر صغائر الذنوب بالصلاة والصيام والصدقة والعمل الصالح. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة، وإن لم يعمل وإن عملها كتبت له عشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. اللهم لك الحمد، إذا هممت بسيئة ولم تعمل لا شيء،
وإذا هممت بحسنة ولم تعملها يكتب لك حسنة، وإن عملتها يكتب لك عشر. الحمد لله، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. فأنزل الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ وقال مجاهد رحمه الله: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل أن يريهم الله جهرا؟ قال: سألت قريش محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، أن يجعل لهم جبل الصفا ذهبًا. قال: نعم، وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل إن كفرتم فأبوا ورجعوا. يعني الله قادر أن يجعل الصفا ذهبًا، ولكن من كفر بعد ذلك يعذبه عذابًا لا يعذبه أحدًا من العالمين. وعن السدي وقتادة نحو هذا رحمهم الله، والله أعلم. والمراد أن الله ذم من سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء على وجه التعنت العناد والاقتراح، كما سألت بنو إسرائيل موسى عليه السلام تعنتًا وتكذيبًا وعنادًا. قال الله تعالى: ومن يتبدل الكفر بالإيمان، أي ومن يشتري الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، أي فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال. وهكذا حال الذين عدلوا أي مالوا عن تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليها على وجه التعنت العناد والكفر، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال أبو العالية رحمه الله: يتبدل الشدة بالرخاء. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. جل جلاله يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب، ويعلمهم بعداوتهم لهم في الباطن والظاهر، وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين، مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم صلى الله عليه وسلم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال حتى يأتي أمر الله من النصر والفتح، ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه، كما قال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود العرب حسدًا، نعوذ بالله، إذ خصهم الله برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاع. فأنزل الله فيهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أعاذنا الله من شرهم. وقال عبد الرزاق رحمه الله:
عن معمر عن الزهري رحمهم الله في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، قال: هو كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود قاتله الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان شاعرًا، وكان يهجو أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنزل الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، إلى قوله: فاعفوا واصفحوا. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسولًا أميًّا وهو محمدٌ صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل عليهم الصلاة والسلام والآيات، ثم يصدق ذلك كله مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفرًا وحسدًا وبغيًا. ولذلك قال الله تعالى: كفارًا حسدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحود أي التكذيب والعناد، فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة، وشرع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم. اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: من عند أنفسهم، من قبل أنفسهم. وقال أبو العالية رحمه الله: من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين لهم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله، يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، فكفروا به حسدًا وبغيًا إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدي رحمهم الله. وقوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، مثل قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذًا كثيرًا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، نسخ ذلك قوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي أنزل الله هذه الآية وأمر بجهاد المشركين واليهود والنصارى وجميع الكفار. وقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى قوله: وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي رحمهم الله: إنها منسوخة بآية السيف: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الأمر بالعفو والصفح منسوخ بقوله: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي رحمهم الله: إنها منسوخة بآية السيف، عن الآية التي أمر فيها بقتال الكفار. وكذا قال، ويرشد إلى ذلك أيضًا قوله: حتى يأتي الله بأمره. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يعفون
عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول من العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله فيهم بقتل، فقتل الله به من قتل من صناديد، أي رؤساء قريش. وهذا إسناده صحيح، ولم أره في شيء من الكتب الستة، ولكن له أصل في الصحيحين رحمهم الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحث تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حتى يمكن لهم الله النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه، سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله في قوله تعالى: إن الله بما تعملون بصير، وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين، أنهم مهما فعلوا من خير أو شر، سرًا أو علانية، فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرًا وبالإساءة مثلها. اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر، فإن فيه وعدًا ووعيدًا وأمرًا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وليحذروا معصيته. وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير، كما صرف مبدع إلى بديع، ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. فالله يرانا ويسمعنا ويعلم ما في نفوسنا، فعلينا أن نتقي الله، فلا نقول إلا خيرا، ولا نعمل إلا ما يقربنا إليه ونتوب إليه. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن بكير، حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر في هذه الآية: سميع بصير، يقول بكل شيء بصير. الله يسمع كلامنا ويرى أعمالنا جل جلاله. اللهم استرنا، اللهم اغفر لنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيه، حيث ادعت كل طائفة من اليهود والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتها، كما أخبر الله عنهم في سورة المائدة أنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم، ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة ثم ينتقلون إلى الجنة، ورد عليهم تعالى في ذلك، وهكذا قال لهم في هذه الدعوة التي ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة، فقال تلك أمانيهم. وقال أبو العالية رحمه الله أماني تمنوها على الله بغير حق، وكذا قال قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. ثم قال عز وجل قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم هاتوا برهانكم أي دليلكم. وقال أبو العالية ومجاهد والسدي والربيع بن أنس رحمهم الله حجتكم هاتوا برهانكم أي حجتكم. وقال قتادة بينتكم على ذلك إن كنتم صادقين كما تدعونه. ثم قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن أي من أخلص العمل لله وحده لا شريك له، أسلم وجهه لله أي وحد الله وكفر بالطاغوت، كما قال تعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقال أبو العالية والربيع رحمهم الله بلى من أسلم وجهه لله يقول من أخلص لله. وقال سعيد بن جبير رحمه الله بلى من أسلم أي أخلص وجهه قال دينه وهو محسن أي متبع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة أي لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً لله لا رياء فيه ولا سمعة ولا شرك، وأن يكون مطابقاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصاً لله وحده، والآخر أن يكون صواباً موافقاً للشريعة، فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فالبدعة مردودة. رواه مسلم رحمه الله من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عنه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمل الرهبان، فعمل الرهبان أي العباد من النصارى، فعمل الرهبان ومن شابههم وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله فإنه لا يتقبل منهم حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إليهم وإلى الناس كافة وفيهم وأمثالهم. قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورًا. إذا كان غير خالص أو كان غير موافق للسنة محمد صلى الله عليه وسلم.